اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنيتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك أهدينا، ومن عذاب النار احمينا، ومن شر كل حاسد اكفينا. اللهم آمين يا رب العالمين أجمعين. عسلامة عسلامة البنات، إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. جيتكم اليوم بفيديو جديد، إن شاء الله يا ربي يعجبكم. الفيديو متاعنا فيه روسات خفيفة ظريفة بنينة ياسر تحبل، اللي هي مكرونة بصوص بلانش على طريقتي. حطيت شوية ستيك وشوية سكالوب، معهم شوية بصل، قليتهم في الزيت وزدتهم ملح وفلفل أكحل وزعتر وكليل. بعد ما حمروا وتقليوا بالقداء زدتهم مغرفة فارينة، خلطوها هكاكا. وبعد باش نزيدوها شوية حليب باش نخليوهم يطيبوا شوية. بتبيع الفرينة لازم نطيبوها شوية لين تعملنا هكا تكستير كيما الصوص. ياسر رسيتنا بسيطة وياسر سهلة وسريعة جدا. هذه هي الأكلة السريعة، الوقت اللي تطيب فيه مكرونة تطيب فيه الصوص. هوني عملنا الصوص متاعنا، عملنا الحليب والفرينة، وباش نزيدوهم توا كريم فريش. سامحوني البنات على الصوت خاطر أول مرة منتج في النهار، كان فما أصوات هكا ولا هكا، ديزولي. باش نعملو صحكوك كريم فريش، هذه هي الحكة الأولانية. وانتم تعرفوا الكريم فريش ياسر تبنى الصوص بلانش. باش نعملو الحكة الثانية، شفتوها رسيتنا ما تطلبش حاجة كبيرة وبنينة. تساعد وحدة روحت ترتاح شوية من الخدمة، وإلا خرجت تقضي وتعطلت شوية، تروح تك تك تعملها ربع ساعة وتاكل. شوفوا الصوص نتاعنا توا، باش نزيدوها جبن. انتوما جبن اللي عندكم موجود في الفريجيدير حطوه، كانوا تريونجل كاري اي نوعيه اي نوعيه. انا باش نعملو ايمونتال رابي، عندي شويه في الفريجيدير باش نعمل منهم جود بالموجود. هيك هي الحكايه، ويا ربي يرضاك. الحمد لله رب العالمين، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الصوص نتاعنا قريب باش تيب، ما تنساوش البنات الاذكار في الايامات الفضيله هذه، ما تنساوش الدعاء. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يحقق كل امنيه لاي انسان، وان شاء الله يا ربي يشفي كل مريض، ويسدد دين كل مديون، ويفرح كل بنية تحب تفرح، ويرحم كل إنسان توفي يا ربي. هوني المكرونة نتاع الماء نتاع المكرونة نتاعنا صيغ لا، الصوص نتاعنا بريسك باش تحضر. هوني حتى الفيديو ما عملتلوش فيتيس مزروب، يعني هي الحكاية كلها فيت فيت. باش نعملو طاو باش نرميو المكرونة متاعنا نخليوها تيب. انا نحب في الصوص بلانش نحب كان المكرونة الجويدة، نحبش الاسباغيتي للمكرونة الاخرى الخشينة. صليو على النبي البنات، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المكرونة متاعنا باش نخليوها تيب. هوني حضرت المكرونة متاعنا، نودكم ونشاهيكم البنات. عملنا معها صحين صغير سلطة. البنات ما تركزوش مع الطاولة في دربابة تقشرت شوية ويلزمها دهن، إن شاء الله تو ندهنوها مع بعضنا، نعمل الدهن متاعها في فيديو تشاركوني. شوفوها مشخشخة ياسر بنينة، جربوها والله أسهل منها ما فماش، وزادة فيها بنة ياسر 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 طيارة. هوني البنات جينا للرسات متاعنا الأساسية واللي كلنا باش نستحقوها، هي خبز العيد. جبنة، أنا عملت 300 غرام
فرينه و 300 غرام سميد ارتب. انتم اعملوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها، المهم نفس الكيلة. وهذا كملح، وباش نستحقوا الحليب، باش نستحقوا السكر، باش نستحقوا الفاح نتاع الخبز والخميره الفوريه، وفنجان صغير زيت زيتون. هيا البنات نبداو الرسيت نتاعنا مع بعضنا. هوني باش نصبوا شويه حليب دافي، ما تنساوش المعلومه هذه، دافي. وباش نحطوا عليه مغرفه سكر، مغرفه السكر تعاون برشا الخميره باش تتفاعل في سقم. هوني باش نزيدوا مغرفه السكر، وساشي خميره الفوريه، خميره الخبز. بنيت ما خيرش من خبز تعملو بدايتك لعائلتك، ويكون نظيف وبنين، وسورتو في العيد تبدا ما فماش كوتش، وكل الناس كل تستحق الخبز كيف هكا، وما خيرش من البنه نتاع حاجه الدار بصراحه. هوني باش نحركو شويه الخميره والسكر، نحاولو نذوبوهم شويه في الحليب، ونغطيوها ونخليوها برسك 10 مينوت لين تتفاعل، وبعد نرجع. هوني تفاعلت، شوفوا ما شاء الله كيفاش تفاعلت الخميرة. باش نصب عليها فنجان الزيت، وماذا بيك بيكون زيت زيتونة خاطر يبنن على الاخر الرسيت هذايا. نحركوهم شوية بالفوي، وتوا باش نصبوا الفادينة شوية شوية ونحركو. باش نكملو الكونتيتي متاع الفرينة، وباش نحطو عليها الكونتيتي متاع السميد الكل، ونلموهم مع بعضهم بالقدا. وبعد بالطبيعة باش نهبطوهم للبلون دو ترافاي، ماكم تعرفو انا ما نجمش نعجن العجينة كان على الرخامة، كان ما نسمعها تترشق. هوني صبينا بقيه الكونتيتي نتاع الحليب الدافي، باش نصبو سميد الكل. وباش نلموهم بالكدا، وبالطبيعه البنات ما تنساوش، انا شويه نسيت راكم باش تشوفوها، ما تنساوش مغرفه الملح، هي كمان بيان سور من الحاجات الاساسيه. طبعا وين مش نزيد مغرفه الملح، وانا الكونتيتي نتاع الحليب اللي حطيتها بحذايا ما كفتنيش، يعني نتوما الكونتيتي نتاع السميد والفاينه نتاعكم كي تستحقوا الحليب اكثر دفيوه شويه وكملوا به، انا باش نزيد شويه خاطر جاتني ناقص. باش نلموها هكاك بالقدا، وبعد نهبطوها للرخامه، وكيف العادة نعجنوها بيان 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 من غير ما نوصيكم. وتوا البنات باش نمشيو نبداو نعجنو، اعجن 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 يا حنون اللي تسمع العجينة بدات تترشق. العجينة نتاعنا تعجنت بالكدا بالكدا، وشوفوها ظاهرة على الاخر اللي ولات سوب ما شاء الله كيف القطن. توا باش نلموها هكاكا، وباش نجيبو البول نتاعنا ونحطو فيها شوية زيت، نصبو شوية زيت في البول نتاعنا باش العجينة نتاعنا كيف تخمر ما تلصقش، نبقاوش بعد نحيو فيها بالسيف. هكاكا نوزعو الزيت بالقدا على البول كلها، ونحاولو زيد نمسحو شوية العجينة نتاعنا بالزيت باش ما تعملش القشرة ما تشققش. ونحطوها تخمر في الشتاء، نحطوها ساعة توا صيف، نصيف ساعة سبيع غير بوع كفي ويوفي، غطيها ونخليها تخمر. هوني البنات شوفوا بسم الله ما شاء الله على العجينة بتاعنا، ما شاء الله نحيو منها الهواء اللي فيها الكول، ونستويوها هكاكا على الرخامة باش كي نقسموها تجي متساوية. أنا باش نقسمها على 6 كعابر.
هوني البنات نحب نحكي معاكم بصراحة، أنا نحب نكون صادقة، مش خاطر مونتاج وحكايت هكا نكذب عليكم. أنا الرسائل متاعي هي ناجحة ومستنسة بها، ما الله غالب كيف حطيت الخبزة في الفور زودت لها النار شوية وما نقصتش، يعني طابت أكثر من لازم، ما جيت بنينة على الأخر، يعني بالحق مشيت لها ممكن في الدقيقة 90. مي انتما انتما تقويوا النار في الاول وبعد تنقصوها شويه وتراقبوها، هي انا مستنسه بها وناجحه على الاخر. لان جبنا البلاتو نتاعنا وحطينا فيه بابي كويسون، وباش نبداو نشكلوا في الورده نتاعنا المزيانه، هيك الورده التحفونه اللي باش تشوفوها بعدها شكلها كيفاش باش يطلع. حطيت الكابوره في الوسط باش ندور بالك عامر الاخرين الكل، ونعملوها على شكل ورده، وردتنا المزيانة. أتبعوا الرسائل البنات، والله ياسر سهلة والريزلتا ياسر بنينة، وتجي هشة على الأخر، ما شاء الله تنجم تاكل منها بالكدا بالكدا، وسيرتو في العيد المونك بتاع الخبز عند العباد الكل. شوفوا ما أحلى شكل الوردة متاعنا، طلعت ياسر مزيانة. كاو عاد شكل روحو، انا نشكركم في روحي. مي هي حاجه الناس كل كي تعرفها، شوفوا الورده نتاعي مزيانه، نشكر في والدتي تا مش نشكر في روحي. شوفوا ما احلاها بعد ما خمرت، باش نعملوا لها اصفر عظيمه وشويه حليب، مغليفه حليب وندهنوها كلها، ندهنوها كلها هكاك من فوق، وبالطبيعه باش نحط عليها الفاح نتاع الخبز اللي موجود عندكم مستنسين به. انا باش نعمل لاسينوج وبسباس، انتم تنجموا تعملوا شوفين جلجلين، جلدين ياسري بنن، تعملوا المستنسين به، وبعد تدخلوها للفور على نار عاليه على الاخر في الاول، وبعد تنقصوها للتمبيراتور اللي انتم تحبوها، خاطر كل فور يفرق على الاخر. انا الفور نتاعي قوي برشا، كارني نقصت عمين الغالب. البنات باش تشوفوها طلعت حمرة برشا، ما بنينة بالرسمي، بنينة بنينة. ما تنسيوش البنات مرة أخرى الأذكار، الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيامات ياسر أيامات فضيلة ياسر باهية، تصدقوا فيها، حاولوا ما تنحيوش الأذكار من فمكم، حاولوا تدعيوا الدعوات اللي تحبوا تحبوا عليهم الكل عواشر، حاولوا تسامحوا اللي عنده مشكله مع شكون، يحاول يتسامح، وربي يهدينا اجمعين يا رب، وربي يغفر للناس الكل، وان شاء الله ربي يحسن خاتمتنا كلنا يا رب العالمين. البنات نحبكم برشا، تبعوني وشجعوني بيكم باش نتقدم ان شاء الله. تو تشوفوا الريزلتات نتاع الخبز نتاعنا، وجربوها واعطيوني رايكم في لي كومونتير. نحبكم برشا مره اخرى. الفيديو نتاعنا سايي بشوفه ان شاء الله في فيديو اخر، وملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد يعجبكم اكثر من هكا، وربي يخليكم ليا وبسلامة البنات الكل.